السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فايز، جايب لكم اليوم تجربة لعبة بلانيت بيس. بس قبل لا نبدأ يا شباب، لا تنسون اللايك والاشتراك من اللايك، وخلونا نبدأ. أول شيء، كثير منكم جاني كم؟ 5 أشخاص أو 6 أشخاص على الانستغرام قالوا فايز العب بلانيت بيس مرة رهيبة، وباليوتيوب كل تعليق أحصل مكتوب فايز العب بلانيت بيس. ما أدري ليش تبون اللعبة هذه، لكن شفت اليوم عليها فرصة، أو شفت عليها فرصة، شفت فرصة اليوم عليها تخفيض 40% في ستيم، فقلت فرصة إني أشريها، وعلى طول شريتها. قلت خلونا نجربها نشوف وش هي اللعبة اللي لعبتها التوتوريال عشان أجرب اللعبة. اكتشفت إنك تسوي عالم أو قاعدة بالمريخ، فاللعبة واضح إنها حلوة وراح تكون سلسلة ممتعة إذا دعمتوا اللعبة هذه إن شاء الله، دعمتوها باللايك والاشتراك والنشر والسوالف هذه. طيب، زي ما قلت لكم لعبت التوتوريال، والحين خلونا نروح نيو جيم ونختار. اوكي، بدينا نغير بعدين يمكن. اوكي، لا حدد المكان صراحة ما ادري ايش افضل مكان، الله اعلم. اتوقع كله نفس بعض صح؟ طيب، باخذ المنطقة هذه، احسها منطقة حلوة. اوكي، هذه اوكي كذا، هنا بالنص. بيست نيم، وش اسميها؟ قاعدة فايز. اوكي فايز، حلو. ستار. طيب، ان شاء الله ان المكان اخترنا حلو صح؟ ما ادري بصراحة. طيب، اللي عارفه اللي شفته بالتوتوريال لما كنت العب، ان في مجموعة اشخاص كانوا 7 ومعهم اليين 2 صح؟ بيعطوني نفسهم الحين ولا بيغيرون؟ هنا السؤال. 3 4 5 6 7، حلو. الاثنين، ياب نفس ياب يطلع هنا فوق، حلو. طيب، اول شيء نشوف المكان. اوكي، مكان حلو، لكن التحكم شوي يعني مدينة، ياب مكان من جد حلو. طيب، مدينة توسع هنا، صار هذا كله لنا. حلو مكان حلو. طيب، اول شيء اللي عرفته، ما ادري شو هذا، اسحب عليه. اول شيء اللي عرفت انك لازم تبني اول شيء قاعده الاكسجين، لازم نخليها هنا بالنص. اوكي، وبعدين نبني شيء ثاني نسيته. صح، حقه الكهرب، قالوا لي حقه الكهرب لازم تبنيها. كذا صح، قالوا في هذا صغيره. اوكي، كذا متوسطة، كذا كبيرة. حاليا بناخذ متوسط. اوكي، هنا بنحطه، خلونا نحط الكهرب، يكون الكهرب هنا. اوكي، يسار صح، بنحط الكهرب هنا يسار، بعدين قالوا تضغط كذا، بعدين تسوي. اوكي، حلوة. طيب، وثاني شيء قال تسويه اللي هو، لا مو هنا، لا مو هذا، يب الووتر حط عند الكهرب، يب هو قالوا لي بالتوتوري حط عند الكهرب. اوكي، ما ادري عند الكهرب. طيب، بعدين نشبك مع بعض، حلو. وبرضو الحين ابني البوابة اهم شيء تكون البوابة هنا. انا احاول اخليها خط مستقيم، ما ادري ليش بس احاول. طيب، حلو، هذه الاساسيات. برضو نبني الكيتشن حق الطعام. طيب، الطعام اول ما يدخلون بيكون الطعام هنا صح؟ دقيقة، شعارات كثيرة طلعت تحت، لكن معي انا ما ابغى ابعدهم بصراحة من بعض، ابغاهم قريبات. يب، بيكون الطعام هنا. اوكي، تدخل تحصل طعام.
وبعدها هل يمديني احط طريق بدون يعني احط طريق بدون ابني اي شيء؟ والله ما ادري، يمكن ما هذه ما علموني، يمكن بعدين في. لا 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 ما ابغى هذه، ابي مكان اللي ينامون فيه، اللي ينامون فيه ما راح اخليه عند الطعام، لا لا اخليه مكان هنا، ودي اخليه هنا. تدرون ليش هنا فايز؟ ليش؟ يا ليت تمديني احط طريق، يعني ابني طريق وبعدين ابني الاشياء هذه. دقيقة يصلح النوم هنا، ما ادري والله، حطه هنا مؤقتا، يمكن بعدين نغير مكانه هنا. حلو حلو، وش عندنا هنا مشاكل؟ ما عندنا اي مشاكل، هذه شغالة اتوقع شغالة. طيب ليش ما في اكسجين؟ اوكي بعد يتعب. برضو في شيء، هذا صح يا بالباور كارد. طيب هذا مره مهم، خلينا ناخذ هذا اللي يخزن الكهرب او المولد اللي يخزن الكهرب. طيب احطه هنا. تقول فايز ليش؟ انا احب بصراحه يكون مرتب الاشياء. طيب ثاني شيء، في شيء قالوه سوينا الطاقة الشمسية، سوينا هذا، يب 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 هذا الواتر تاني، هذا مرة مهم. عيب اللعبة، شوف ما يمديك المكان هنا فيه مساحة بس ما يمديك تحط، ليش؟ الله أعلم. شوف هنا يمدي، معنى نفس المساحة لو تلاحظون، شوف نفس يعني يمدي، المفروض يصير هنا أو يصير هنا، ما أدري بصراحة شيء عجيب. طيب خلونا نحط بحطه هنا ان شاء الله مكانه زين هنا. طيب خلي خصونا اوكي. مدينا نسرع الوقت من هنا، خلي خصونا بسرعة، خلى اثنين حاليا. اوكي هذي خلصوها، هذي خلصوها. طيب دقيقة قبل يصير اثنين نجيب العيد، طفى الكهرباء. اوه ماي جاد، المفروض سويت هذيك بدري. طيب غرفة الطعام لازم نجي كذا ونضغط ونحط الاشياء عشان اللي ياكلون مثلا. اوه ماي جاد اشياء طفت، الميكر او لا لا البداية العجيبة كل شيء طفى. اوه ماي جاد، طيب دقيقة كل شيء بدا يطفي. حط له هذه هنا، حط له حق الدرينك هنا، التلفزيون هنا، هذا هنا. اوكي بدي احط ثانية هنا، لا كل شيء بدأ يطفي لان ما عندنا كهرب. اوه شت، بداية فايز واضح انها بداية صعبة. طيب مو مشكلة، راح يتحسن، راح يتحسن الوضع. في خيار ان نحط المروحة هذه، لو احطها هنا هل او لازم تكون هنا؟ اتوقع لازم تكون هنا. في ثلاث أرب ثلاث أشياء، يب في كبير متوسط صغير، بحط المتوسطة. أوكي حلو، خلي يحطونها هنا. طيب خلص الغرفة هذه، حلو خلينا نجي هنا. هذه غرفة النوم عندنا إحنا سبعة، فا خلينا نحطه صح. أو ماي جاد صوت نيزك. حلو لا دقيقة، أربعة ستة، ترى بحط يمكن بعدين يجونا ناس، قالوا كذا أوكي تحاشرون في الغرفة هذه معي. طيب بيجي الصباح الحين، الوضع واضح إنه مرة مو تمام، لكن معي راح يجي الصباح. صار صوته، ليش؟ ليش؟ ما في أكسجين، ادخلوا فايز بقدر ادخل الباب مسكر. لا 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 يمديني اضغط كذا تاب ويخفي الاشياء. اوكي خلنا اضغط تاب. لا 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 تموت بليز، لا تموت. اوكي بيموت، مات، صاروا عندنا ستة، هذول بيموتون بعد صح؟ اكسجين
وش المفروض سويت بسرعة. البداية نحتاج الصباح يجي بسرعة. اوكي ماتوا الناس. اوكي بيموتون الاثنين هذولا. بليز لا بليز لا. جاء الصباح جاء الصباح. لا لا بليز نو. فايز بدايتك مرة بيض. لا تموت لا تموت. ادخل ادخل يكون مستعمر كلمة في اكس جي في اكس جي. اوكي عندنا ثلاث مواطنين وثلاث ريبورت. اوكي الخطط واضح انها مني مو منهم لاني ما سويت هذه بسرعة. برضو أول ما أسوي هذه على طول قبل أسوي حتى المطبخ أو حق الأكل. فا يا جبت العيد هذا بدأ تعبي. حلو حلو. أوه شت بقى اثنين عندنا بس. طيب هذه يحتاج أكل عند سوينا أرك هذه راح أسوي أكل. طيب نحتاج هذه صح يا نحتاج مزرعة بس قبل 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 هل في شيء مهم نحطه هنا؟ في حقت اسمها هذه اللي يجونا فيها زوار او يجونا فيها مواطنين راح نسويها بس مو الحين ننتظر شوي. طيب اتوقع وضعنا الحين تمام صح؟ المفروض وضع المستعمر الحين تمام. ما عندنا ثلاث اشخاص وضعهم ممتاز. طيب خلنا نحط هذه المزرعه بتكون ودي اخليها هنا. ليش؟ تصير يعني قريبه عند شو اسمه يا اخي. ليش ما يمديني حتى مش المفروض يمدي. شوف حتى هنا ما يمدي ما ادري ليش يعني لازم هنا. اوكي طيب بنحطها هنا خليها كبيرة. صدق ما ادري مكانها هنا مو عاجبني. بس والله مكانها حلو هنا. يلا ليش لا احطها يلا اربطها هنا. هاي بتكون مزرعتنا. طيب حلو حلو عندنا اليين. طيب بدينا نشوف الناس اللي عندنا او السكان اللي عندنا. اوكي عندنا او ما عندنا انجري هذا مهندس ولا عندنا دكتور حارس ما علينا. المهندس مهم ودكتور مهم. طيب طيب هذه الاشياء اللي عندنا. الموارد اللي عندنا حلو. وضع المستعمرة بور بس مو مشكلة راح يتحسن راح يتحسن ان شاء الله. طيب بس لما يخلصون الاشياء هذه. انا حطيت واجد صح؟ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 سرير مو مشكلة مو مشكلة خله عشان ما نحتاج بعدين. طيب لما يخلصون هذه حقت مزرعة ايش فيك انت عشان عندك هذه يب اشرب ما عادي نعم. طيب سوي هذه بعدين رحنا. طيب بنحط هذه بدي احطها هنا يا مكانها هنا مرة حلو ما في احجام. اوكي يا ما في احجام. طيب في خيار قالوه اني مديني هدم هذه. حلو او ماي جاد مرفي هذه فيها الموارد حقتنا كلها داخل هنا. او فايز يمديك تبني وين لا مو بار لا ما علينا حق الرياضة لا ما علينا منا ستوريج ياب 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 دينا نبني مخزن او مستودع مو مخزن مستودع. اوكي سبع المستودع وين بيكون منطقيا كذا يا حلو مكانها كذا حلو يا هنا مكانها حلو. اخذ اكبر حجم اكيد اكبر حجم اكيد اكبر حجم. حطه هنا يلا
حلو، يسوون الحين مستودع. وبعدها لكن هذه لسه ما خلصوها، وبعدها لازم اسوي شو اسمه حقت وين راحت هذه. اوكي عشان يجونا ناس. عندي هنا حلو، هنا مكانها حلو صح. يب يب حلو، خلينا نحطها هنا. ايش بك من هذا ما ادري ليش، بس اشبكها مو مشكله، خلينا نشبكها مع بعض. هذه بتجينا طيارات يعطون سكان يجون يسكنون عندنا. حلو، بس لسه احنا بطيئين، خلينا نسرع اللعبه شوي. طيارة أربعة على شيء أربعة، يبقى على شيء أربعة شخصون بسرعة. الموارد عندنا حلوة، والأكل عندنا حلو، وضعنا تمام، بس يحتاج. أوكي الحين هذه خلصوها. حلو 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 حلو، فروض يجونا سكان الحين أو يجونا مواطنين. يب خلصت. حلو حلو حلو. طيب هذا لسه ما خلص، وهذا لسه ما خلص. خلصوا هذه أول، هذه أول خلصوها. أهم شيء المزرعة عندنا، أهم شيء بينامون. خلصوا هذه بعدين. لا شلون أعطي؟ أوكي ما أقدر أعطيه الأولوية. أوكي ما يمدي نعطيهم. طيب درع اللعبة، إن شاء الله يجونا سكان، إن شاء الله يجونا. حلو وضع الكهرب ممتاز، شوفوا جاء الليل ووضع الكهرب ممتاز. يب فل وضعه تمام. حلو حلو، بس كل ما كثرنا مباني كل ما زاد استهلاكنا للكهرباء. اوكي هذه خلصت. حلو صار عندك كوكل الحين. طيب ليش ما حد جاي؟ اوكي بتخلص هذه ممتاز. اوكي باقي شوي خلصها. حلو حلو خلصت ممتاز، هذه اهم شيء. وبعدين نجي الله هذه ما خلصت. لا ما ابغى اشوف، اطلع. كيف احط فيها؟ اوكي اوكي. طيب وش اهم شيء؟ لو كل واحد له تقول احسن شيء نحط القمح او الرز. دينا غير اتجاه، ما ادري شلون. حط واحد رويت، لا حط اثنين. حط بطاطس برضو، واحد اثنين. وبرضو نحط ليش نحط ذرة؟ لا خلنا نكثر البطاطس هنا. ما ادري ايش حطيت لكن اوكي كل اللي جاء. خلينا نحط هذول برضو. لا حطينا بطاطس، حطينا هذا، حط ذرة. يلا ليش لا، انا راح اتاخر الذرة. اوه ماي جاد، في صح نسيت اقول لكم، في نيزك فجأة راح يضرب المكان، الله يستر. خلينا نحط طماط انواع. اوكي دي نحطها، ما يمدي خلاص نسوي بعدين مزرعة ثانية. حاليا خلاص كافي اللي احنا حطيناه، راح يضبطونها. اوكي هذه اشياء مهمة. اوكي وبعدين يخلصون على يخلص مستودع حقنا ممتاز. اوكي ريبور. اوه ماي جاد يبي يخرب هذا، اذا خرب هذا مشكلة لان ما عندنا مهندس يصلحه. خلص هذا بعدين اخرب كيفك. طيب برضو هذا بيخرب، خلنا نحط اثنين. في شيء صح 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 في شيء قالوا حطه هذا ماينر صح؟ يا المنجم نسيت سالفة المنجم. شت اوكي حط المنجم هنا. اوكي في مكان اقرب، في هنا فايز. لا في هنا بس. اوكي
اوكي بنحط المنجم هنا مو مشكله لانه مره مهم مره مهم اول يعطينا المعادن الحديد و وش هذا ادري وش راح بلاستيك اتوقع اوكي هو اللي يعطينا المعادن فلازم نسويه اوكي قريب طيب هذا لسه ما خلص وهذا خرب مشكله وهذا لسه ما حد جانا ما ادري ليش 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 نجي هنا بايعين نفسنا حنا الكهرباء وضع تمام عندنا وضع تمام يا تمام فل اوه شت اللي نستهلك اكثر اللي نصرف اكثر من مستهلك اوكي تعدل ما ادري ليش اوكي بس المهم تعدل برضه حط ثاني لكن مو الحين مو الحين اوه هذا خرب الثاني حلو خلصوا سرير واحد المشكلة لسه ما حد جانا ما يمديني اسوي شيء يمديني اكسرها يمديني اقفلها اوكي ننتظر يمكن يجون يمكن يجون وضعنا ان شاء الله انه ممتاز خلنا نشوف فيري بول اوكي المستعمر اللي بتموت بسرعة عندنا بس ثلاث اشخاص شغالين على المستعمرة كلها اوه ماي جاد على الاقل الاكل يكفيهم الحين احد اوه ماي جاد تخيل ضرب هنا هذه ما راح افككها يمديني افككها لكن ما راح افككها حتى خلص هذا هذا لسه 41 والله مشكلة اوكي شباب اكتشفت شيء انه يمديك اذا ضغطت على هذا يمديك تضغط هنا وتختار اوكي اوكي حنا نحتاج مهندس فابغى مهندس كل هذا ما ابغى وركر ولا ما ابغى مهندس بس اوكي نطق حتى لحظة نبغى مهندس و دكتور انا 50-50 حارس ما نحتاج اوكي هذول المهمين طيب المفروض الحين يمديو يجون لا كذا طفيت كذا شغلت اوكي المفروض يمديو يجون ان اخترنا الحين ان شاء الله ان شاء الله طيب خلونا نسرع اللعبة شوي هذا على شيء اربعة اوكي جو حلو حلو بسرعة ابي اشوف وش اللي جو لا هذا تاجر ما نبغى تاجر اوكي ما عندنا شيء نعطيه ما نبيك خلاص خلاص ما نبيك طيب دقيقة مديني اقول كذا الغي التاجر اوكي الغينا التاجر حاليا راح يجونا بس يعني مواطنين التجار ما راح يجون حلو هذا اهم شيء طيب انت شلون وضعكم اوكي حزينين اذا صاروا حزينين يمدينا نسوي لهم حق مكان حق رياضه لكن ما راح حد يبنيه لان ما عندنا ناس تبني مكان هنا حلو مره مو حلو هنا حلو كويس حتى هنا والله مو حلو صدق طيب هنا ابغى اشبكه مع غرفة النوم اوكي حطه هنا وبشبكه مع الغرفة اما ما يمديني اشبكه مع غرفة النوم لازم مع المستودع احس مكانه لا مو حلو مو عاجبني لا 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 لا, لا. بكنسل كنسل كنسل دقيقة خلنا نسرع الوقت شوي وبعدين نبغى مكانه ليش ما اركب مع غرفة النوم مع غرفة النوم هذه ما يمدي اتوقع ما يقدر طيب طيب اجل بيكون هنا اوكي بيكون هنا ما راح يخلصونا ما راح يخلصونا ابد
لان ما اوه ماي جاد شوف لان ما عندنا ناس تبني. احنا سرعنا الوقت يب فروض يجوع لكن ما حد جاي. بليز ابغى حد يجي. هذا لسه ما حد يبني، ما عندنا احد يبني ابد ابد. كل اللي عندنا عمال اثنين وهذا شو اسمه. اوكي مشكلة بصراحة. اوكي طيب لو نزود يمكن ما في العالم فايز هذولا. طيب لما نزود العمال خليهم لا البلور جلس هذولا ما ادري البولوجي ما نحتاجه. نحتاج عمال ولا هذا ما نحتاجه. الحارس القصة هذا أنا مستغرب لسه ما حد جاء. مر اليومين تقريبا ولسه ما جت أي طيارة. أوه ماي جاد هذولا لسه ما يسوون شيء، ما عندهم شغل. ما شوف زعلان. أوكي طيب اشتغلوا، ليش ما تبنون؟ إلا تبدين أغير يعني أجبره مثلا أقول له روح اشتغل، بس المشكلة ما يبدي. وين رايح؟ أوكي رايح الطيارة. طيب بوقف هنا يا شباب. إذا عجبتكم الحلقة تبونا نستمر وعندكم اقتراحات حطوا لايك وقولوا فايز استمر، واكتبوا لي إن شاء الله اقتراحات، اكتبوا لي تعليقاتكم وإن شاء الله راح أقرأها بإذن الله. بس وإن شاء الله أشوفكم في حلقات جاية. كان معكم فايز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.